فجعت البحرين بشكل عام والوسط الفني بشكل خاص بوفاة الفنان القدير علي الغرير إثر سكتة قلبية مفاجئة وعن عمر ناهز 47 عاما. وش؟ أكيد أنت بردان لا؟ بردان؟ ما طفاش؟ ما في شيء لا؟ ما في شيء بس بردان بردان لا؟ بردان أخوي لا؟ بردان؟ لم يستوعب أحد الخبر فقد نزل كالصاعقة واكتست صفحات التواصل الاجتماعي باللون الأسود حزنا على فراق فنان رسم الابتسامة على الأطفال قبل الكبار. فقد رحل مهدي ورحل طفاش ورحل فنان ترك بصمة كبيرة ورائعة في الفن البحريني منذ بداية التسعينيات وحتى الآن. عاد خاص جيت الحسم طلعوا عمار نمسكهم ها شكله كذي ما راح نطلع من الحسم وين نطلع ما في طلعه كلكم ثلاثتكم بعض وين المزرعه. الفنان ابو خالد من مواليد عام 1972 بدا مشواره الفني عام 1990 بمسلسل رحله العجائب مع كوكبه من نجوم الكويت قبل أن ينطلق بمجموعة من المسلسلات البحرينية والخليجية الراسخة في الذاكرة مثل البيت العود، فرجان الأول، حسن ونور السنة، الهارب، عجائب زمان، بحر الحكايات، سرور، سعدون، نيران، إخوة الشر وسوالف طفاش وغيرها. كما يملك الغرير رصيدا كبيرا في المسرح أبرز مسرحياته كانت مسرحية أليس في بلاد العجائب عام 1990 ونار يا حبيب نار مسرحية وناسة ومسرحية صرخة الرعب في الكويت وغيرها وفي السينما في المزائر وفي المحنين وطفاش والأربعين حرامي. وترك أبو خالد بصمة كبيرة لا زال يتذكرها الجمهور وذلك عبر شخصية مهدي مع الفنان القدير جمعان الرويعي في مسلسل سعدون. يا ريحة النور في الأسفار أحسها بجرائي أشم وأهل الدار واللي غاب يا ما أخوي ليش لونك وش أخبارك شوي شوي عليه مهدي كسرت أعظامك. كما تميز وأبدع في أدواره الكوميدية وكان أبرز المحطات مسلسل سوالف طفاش بأجزائه الثلاثة مع صديق عمره الفنان خليل الرميثي حيث عشقه الأطفال قبل الكبار. وكان آخر أعماله مسرحية تم عرضها في القطيف الأسبوع الماضي بعنوان زعيتر وشرارة ليترجل الغرير بشكل مفاجئ تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة بالعطاء وقلوبا تنبض باسمه جمهور عاشق من الأطفال والكبار. فإلى رحمة الله تعالى يا أبو خالد. للخبر أونلاين. ولا يهم جمعي إنه الإنكبرت واشتغل ما خليش كل يوم تاكلي يا حاجي.